مرحبا، اليوم رح نعمل ترقيد هوائي لشجرات الحامض. نحتاج للترقيد ورق قصدير، تربة بتمس او تربة طينية، مياه، مقص وسكين، كيس نايلون، لاصق وهرمون التجدير. فينا كمان بلل هرمون التجدير حسب الرغبة. رح نخلط تربة البتمس مع المي. تربة البتموس بتحتفظ بالرطوبة أكثر من أي تربة أخرى، وإحنا بدنا لأكثر وقت يضل محتفظة بالرطوبة عشان يطلع جذور عنا. رح نحط التربة بقلب الكيس ونسكر الكيس، بعدين نفتح الكيس ونحطه على الجذع. رح نفتح الكيس منيجي للفند يلي رح نعمل له ترقيد هوائي. منحفه من 10 سنتي ل15 سنتي بالطول. الفند طوله تقريبا متر ونص، ومثل ما انتو شايفين عم نحف الغصن يلي رح نعمل له الترقيد. نحاول نحفه منيح، وهذا اللحاق اللي شايفينه الغامق لازم نحفه ليصير لونه فاتح، يعني نحف تقريبا من 3 إلى 5 سنتي من الجذع، لانه اذا ما حفينا الجذع منيح رح يرجع يطلع عنا لحاق وما يطلعش عنا جذور. عشان هيك لازم ننتبه لهاي الشغلة منيح، نحف الجذع من اللحاق مثل ما انتو شايفين بالضبط. ورح نجيب هرمون التجذير ونحط على الجذع يلي حفيناه من اللحاق هرمون التجذير، لانه هرمون التجذير بعطينا احتمالية اكبر لظهور الشروش الجذور. فيكو ولا تستعملوه، فيكو تستعملوه حسب رغبتكم. ورح نجيب الكيس يلي عملناه باول الفيديو هو والتربة ونحطه على الجذع يلي حفيناه. منجيب اللاصق او الحبل عشان نثبت الكيس على الجذع، نثبت التربة اللي موجودة بالكيس على الجذع اللي حفيناه عشان ينبت عنا جذور. منثبته منيح ومنتأكد انه كل الهواء اللي داخل التربة وداخل الكيس طلع لبرا، علشان الجذور بتحب العتمة والرطوبة. وهيك منكون عملنا الترقيد الهوائي لشجرة الحامض الشهرية. شو يعني شجرة حامض شهري؟ يعني بيكون متواجد عنا على الشجرة براعم وحب صغير وحب كبير وحب مستوي جاهز تقطفه، يعني بتعطيك ثمار بكل مواسم السنة. ومنيجي للمرحلة الأخيرة يلي منلفها بورق القصدير لحماية الجذور من أشعة الشمس والحفاظ على الرطوبة بالداخل. يلي ما عنده ورق قصدير فيه يستعمل كيس الكرتون، كيس الكرتون كمان بيحمي الجذور من أشعة الشمس. وهيك منكون وصلنا لآخر الفيديو، وشكرا لكل حدا شاهد الفيديو واستفاد لو بمعلومة صغيرة. والنتيجة رح تكون بعد شهر تقريبا، من شهر لشهر ونص رح ينزل كمان فيديو عن النتيجة. شكرا لكم.